المناطق العشوائية اللي اتكونت في القاهرة وغيرها من عواصم المحافظات والمدن كان سببها انعدام الخدمات في الريف، الأمر اللي تسبب في هجرة ناسه للمناطق دي للبحث عن الحياة. لكن في الواقع الأمر ده كان السبب في انعدام الحياة بعد ما هجروا الأرض الزراعية اللي تجرف معظمها وانعدم الخير. علشان كده الدولة قررت تغير أوضاع استمرت سنين وسنين من خلال مشروعات هيرجع معاها الخير وتبدأ حياة جديدة. أطفيح واحد من المناطق القديمة اللي بيعود وجودها للعصر الفرعوني، ومع قدوم الفتح الإسلامي المصري كان تسميتها بهذا الاسم. ورغم المكانة التاريخية للمكان إلا أن الزمن كان ليه تأثير في تراجع الاهتمام بالمركز اللي بيضم 6 وحدات محلية و22 قرية و39 عزبة وتابع، عاش سكانها في حرمان شديد كان كفيل برفع معدلات الفقر، وده كان السبب في اختياره هو ومركز الصف كأول مركزين بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة. التكامل شعار رفعته حياة كريمة وخطة انتهجتها وهي بتغير تفاصيل الحياة في الكرة اللي اختارتها علشان تسعد ناسها بمشروعات مش بس هتكون طاقة أمل للناس هنا، لكن في أحيان كتير بتكون سبب الحياة، زي ان يكون عندنا وحدة إسعاف تنقذ مصاب في حادث، أو وحدة صحية توفر خدمة طبية تفحص وتشخص وتعالج المريض في أي وقت، وغيرها من المشاريع اللي كلها جاية تعالج أخطاء الماضي. من داخل المركز الطبي بقرية سول لينا لقاء مع المهندس إسلام محمد مدير المشروعات بقرية سول بحياة كريمة. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بحضرتك يا فندم. المركز الطبي ووحدة الإسعاف يعني هي طريق حياة لأي حد لا قدر الله لو أصاب في حادث أو تعب، كلمنا عن المركز الطبي ومكوناته. المركز الطبي ده عبارة عن 3 طوابق تمام على مساحة 900 متر مسطح. الدور الارضي طبعا فيه خدمات زي غرفه تطعيمات، متابعه حمل، عندك برضو في حضرتك في غرفه اشعه مكمله جاهزه، في برضو الدور الاول في عيادات خاصه وفي برضو عيادات اسنان بتخدم يعتبر جميع القرى هنا قريه سول. عندي برضو الاسعاف فيها برضو يعتبر مجهزه ب 2 سياره طوارئ بتخدم برضو لمده 24 ساعه طوال اليوم. طيب الاهالي هنا بيتعاملوا معاكوا ازاي؟ مصدقين ان دي مشروعات بالفعل بتتم؟ الاهالي متواجدين معانا دايما هنا، دايما بييجوا برضو يلقوا نظره برضو على المشروع، بيشوفوا طبعا اللي بيحصل على ارض الواقع، حاجه طبعا كويسه جدا بتخدم الشعب هنا يعني، ومتعاونين معانا جدا طبعا يعني. طيب يعني سرعه التنفيذ دي سمه كده من سمات مشروعات حياه كريمه، ويمكن ده بيسبب بعض التخوف عند الناس، يقولوا ممكن تكون مش بالجوده العاليه، ازاي ان انتوا بتقدروا تعملوا جوده وفي نفس الوقت سرعه؟ قدرنا هنا طبعا نتواصل برضو على الجوده عاليه عن طريق برضو هنا هي ضغط العمل، تكثيف عماله، ورديتين بنشتغل في بعض الاوقات بنشتغل لمده 24 ساعه متواصله. هنا برضو يعني تعاون الشعب معانا هنا برضو بيدي برضو الجوده العاليه، لان يعتبر تكثيف العماله والامكانيات طبعا اللي موجوده هنا وبرضو المساعدات طبعا اللي بتيجي برضو من عن طريق العمل والنصايح برضو من طاقم الاشراف وكده. انت كشاب بقى وبتشارك في حاجه زي دي وبتخدم بلدك احساسك ايه؟ اكيد حاجه كويسه طبعا جدا ان انا اخدم في بلدي هنا، وطبعا ليا الشرف طبعا ان اخدم في مشروع حياه كريمه، ده حاجه كويسه جدا بتخدم الشعب وبتخدم البلد.
امام وحده الاسعاف بقريه سول. لينا لقاء مع الحاج محمد البحيري من اهالي قريه سول. اهلا بحضرتك. أهلاً، نورتنا في حياه كريمه. ربنا يبارك في حضرتك. يعني احنا امام مشروعات كتيره جدا، ايه اكتر مشروع كنتوا حاسينه فعلا هنا ان انتم محتاجينه؟ يعني المشروع اللي هو يعني ملحوظ جامد وشكله كويس جدا وان شاء الله هيكون حاجه كويسه قوي، هو مركز طب الاسره. في مجال الصحه يعني. طبعا مجال الصحه ده مهم جدا جدا، وانا شفت يعني كلنا شفنا المركز من جوه ومعمول عمايل يعني محترمه جدا جدا، حاجه كويسه، حاجه تشرف. وان شاء الله لما يشتغل هيخدم البلد خدمه جامده جدا جدا، لان احنا كان عندنا مشاكل كتير في الموضوع ده يعني. طيب حاج محمد، احنا جينا بالفعل لقينا مركز طبي بيتم تنفيذه، وحده اسعاف ما شاء الله، لكن احنا عايزين نعرف ونعرف كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا الوضع الصحي هنا كان عامل ازاي في قريه سول. والله حدث ولا حرج يعني. مش عايز اقول لحضرتك يعني حاجه كانت يعني معلش كانت متدنيه جدا جدا. الناس كانت بتتعب جدا جدا، زحمه فوق الخيال، رعايه طبيه مفيش، المبنى نفسه ما يليقش، ما كانش يليق ابدا ان الناس تخش فيه حقيقي. يعني ما كان غير ما يصلحش غير ادامي بالمره يعني. فلما شفنا المبنى وشفنا الدنيا الجديده الحلوه اللي الحياه كريمه اللي بصراحه عملتها دي، لا الحياه شكلها جميل ومختلفه تماما يعني، مختلفه خالص يعني الحقيقه. طب حاج محمد، لما جم يعني الناس بتوع مؤسسه حياه كريمه وقعدوا معاكم وعملوا جلسات حوار مجتمعيه وسالوكوا انتم محتاجين ايه، هل كنتم مصدقين بصراحه؟ بصراحه لا يعني خالص يعني. اللي احنا شايفينه ده كل حاجه بتتعمل سواء الاسعاف او المركز الطبي او بحقيقه الصرف الصحي، كل حاجه دخلت فيها حياه كريمه هي كريمه فعلا، لان احنا شايفينها بتتغير، الحياه بتتغير، شكلها بتتغير، ممكن في شويه صعوبات بس الحياه حلوه يعني. الحاجات اللي بنشوفها دي والله العظيم تجولنا في المركز الطبي والله ما مصدقين ابدا، الكونتر والخدمات اللي موجوده فيه يعني كفاءه، والانسان يبقى داخل حياه كريمه، داخل حاجه محترمه تليق بيه يعني تليق بالمواطن يعني المصري. نقدر نقول ان فعلا مؤسسه حياه كريمه قدرت تعمل هنا لاهالينا في قريه سول حياه كريمه حقيقي. حقيقي ما بنجاملش وما بنفقش، حقيقي في حياه كريمه وفي شكل محترم للمبنى، وفي نتمنى بقى لما يشتغل ان شاء الله يبقى احلى واحلى كمان باذن الله. انما لا حياه كريمه حقيقي. طب حاج محمد، اخيرا كده تقول ايه لاهالينا اللي لسه مؤسسه حياه كريمه ما راحت لهمش؟ يعني تقول لهم ايه؟ نقول لهم اتمنوا من ربنا ان تخش عندكم حياه كريمه، اتمنوا من ربنا ان يبقى عندكم حياه كريمه، هتشوفوا حاجات حلوه جدا، مبنى مباني وشكل القريه مش قريه، احنا فعلا بقينا مدينه زي مدن القاهره بالظبط. واحد من المراكز المصنفة إنها تعاني من الفقر الشديد، وده خلق حاجة للعديد من المشروعات لتغيير حياة الناس هنا وإنهم فعلا يعيشوا حياة كريمة. وأول الناس اللي كانت محتاجة تغير هم النشء الصغير والشباب، لأنهم هم النواة لبناء الأوطان. ومن هنا أطلقت مبادرة حياة كريمة عدة مشروعات لدعم هذه الفئة ومساعدتها في إنها تعيش الحياة بشكل أفضل. الشباب نزلت ترجم بأطفيح، كان لينا لقاء مع الأستاذ أحمد أبو سريع مدير إدارة الشباب والرياضة بأطفيح. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا في قرية نزلت ترجم بمركز شباب أطفيح. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني إحنا داخل مركز شباب يعني يكاد يكون متكامل، كلمنا عن مكوناته والوضع هنا كان عامل إزاي قبل ما مركز الشباب ده يتم. بالنسبة للمركز ده إحنا بنشكر الأول السيد
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المبادرة الجميلة للبنية التحتية اللي عملها لنا ومركز والمراكز اللي عملها لنا دي، غيرت الطفرة اللي في أطفيح من مكان لمكان، خلتنا بقى في حتة تانية خالص. المكان ده كان عبارة عن مية، كان أرض صحراوية يعتبر أو أرض شبه زراعية، اتغيرت الوقت بقى مركز شباب، الوقت من أولى المراكز على مستوى أطفيح، فيها الأنشطة المختلفة، فيها المتردّدين، فيها الأعضاء من ساعة حياة كريمة معاملة المركز ده، الاعضاء كترت ودخلت المركز بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. طب خلينا الاول في الانشطه، ايه هي الانشطه اللي بيتم ممارستها هنا داخل مركز الشباب؟ الانشطه طبعا نشاط رقم واحد نشاط كره القدم، دي لعبه شعبيه طبعا كل المتردين عليها، في كره الطايره، في هنا النشاط لكبار السن بيجوا بيترددوا بيقعدوا على الكافيه حاجه يعني اخر الليل كده بيغيروا الروح المعنويه ليهم. في عندنا حديقة أطفال مصروفة لنا من الوزارة، في ألعاب بلياردو، في تنس طاولة، في صالة جيم جميلة جدا كل المتردين عليها سواء نساء أو بنات أو رجال وشباب. طيب يعني هل نقدر إن نقول إن مركز شباب زي ده هيقدر يعمل حالة جديدة أو حياة جديدة للنشأة والجيل الجديد؟ طبعا يا غيرت يا خلق، يعني خليت الناس بدل ما كانوا بيلعبوا في الشوارع والحوار والحاجات ديت بقى بيجوا يترددوا على المركز. الأنشطة بدأوا ياخدوا فكرة كبيرة عن الرياضة، قضاء وقت فراغهم طبعا في أجازة نص السنة، احنا بنعمل فينا مبادرات في أجازة نص السنة، في مبادرات كتيرة بنعملها بيترددوا عليها كتير هنا، غيرت الناس من الفكر خالص. من داخل مركز شباب نزل الترجم بأطفيح لينا لقاء مع الأستاذ كامل محمود من أهالي قرية نزل الترجم. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بحضرتك، شرفتينا. يعني كلمنا عن قبل ما يبقى وجود المركز ده أو وجود مركز الشباب ده كان الوضع عامل إزاي؟ والله خلينا نشكر الأول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة، واللي كانت مصر والجميع الكرة بتفتكرها من سنوات. والله الوضع اللي كان موجود ان جميع القرى زي قرية نزل الترجم كانت بتفتكر اصلا لمراكز شباب، قرية صلع عموما كلها كان فيها مركز شباب واحد، وكانت الناس في الوقت ده او الشباب اللي موجود كتير، في حين ان هو العدد اللي موجود مراكز الشباب اصلا ما تستوعبوش. ولكن طبعا مبادرة سيادة الرئيس اتاحت لنا الفرصة ان يبقى فيه شباب متاحه لهم الفرصه في لعب كره القدم، سواء في صالات الحديد، سواء في التنس الطاوله، في صالات البلياردو. دي موجوده دلوقتي في المركز؟ موجوده. طبعًا. في مراكز الشباب بالفعل موجوده، واتاحت لنا الفرصه انها تبقى موجوده، لانه طبعا زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. فده هيساعدنا كشباب ان احنا ننمي قدراتنا سواء العقليه او الجسمانيه او الفكريه، فموجودة بالفعل على أرض الواقع. طيب قبل كده كنتوا بتمارسوا الرياضة فين لما بتحبوا تلعبوا كرة قدم؟ وأنا عارفة طبعا إن هنا كل الناس بتحب كرة القدم، يعني كل أطفالنا وشبابنا بيعشقوا حاجة اسمها كرة القدم. والله كنا بنروح لأقرب مركز شباب، يعني قرية صول كنا بنروح مركز الشباب اللي فيها. بس على ما بتلاقوا مكان بقى أو ساعات فاضية؟ طبعا يعني. طبعا كنا عبل ما بنلاقي ممكن نقعد يوم أو اتنين عبل ما يتم منا الحجز. برضه أكتر حاجة كانت فرقة معاكوا أنتوا كقرية نزل الترجم في المشروعات اللي تم العمل عليها؟ بصراحة موضوع الصرف الصحي. الصرف الصحي كان طبعًا. الوضع عامل إزاي بقى قبل كده؟ والله الوضع أن طبعا عندنا الأرض كانت يعني مواسير المية بتطلع مية على سطح الأرض، في حين أنه ما فيش وجود صرف صحي، فبالتالي البنية التحتية بالنسبة للأساسات البيوت أو كده ما كانتش اللي هي برضو موجودة. طبعا. وبالتالي موضوع الصرف الصحي لما اتوجد خف موضوع الضغط ده بالنسبة للمية، سواء الصرف الصحي سواء المية اللي موجودة على سطح الأرض دي. فكان أكتر حاجة بالنسبة لنا كان موضوع الصرف الصحي بالنسبة للقرية هنا. كا
الحاضرون باختلاف وذوي الهمم، عبارات ما كانش ممكن نسمعها إلا في الجمهورية الجديدة اللي معاها حذفنا من قاموسنا لفظ معاق، لأن هؤلاء هم الأبطال بحق القادرون على التحدي وتجاوز اختبارات الدنيا اللي وضعتهم في امتحان قدروا معاه بإرادة وعزيمة خلقها رئيس إنسان إنهم يخلقوا من المحنة منحة، وده من خلال الدعم اللي لقوه في دولة لسه مكملة معاهم الطريق وبتمد إيدها بالخير وبتأسس ليهم مراكز هتكون سندهم ويد العون لأهليهم علشان يكملوا المشوار. من أمام مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لينا لقاء مع نصار ثابت. أهلا بك نصار. أهلا. احكي لي بقى المركز ده بيعمل إيه؟ المركز ده تنظر ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز ده اسمه مركز تخصص للتخاطب اللي عنده طبعا مبادرة حياة كريمة. طبعا بشكر طبعا رئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية طبعا، طبعا الأطفال اللي معايا اسمه أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. والأطفال دول نفسهم ان هم يشتغلوا معايا، ونفسهم كمان ان هم يحققوا حلمهم ان يقدروا يشتغلوا في المركز ده. أمام مركز تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشية سليمان مركز أطفيح كان لنا لقاء مع دكتور محمد عجوة منسق حياة كريمة بمركز أطفيح. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بيك يا أستاذة هند. يعني إحنا أمام مركز يعني يعتبر هو أول مركز تعمله مبادرة حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحضرتك يعني مجال تخصصك في هذا المجال، فأكتر حد يقول لنا على المركز ده بيمثل ايه وجوده هنا في ريف؟ بصراحة ده اهتمام سيادة الرئيس يمكن من 2018 وعملنا عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد كده بدأت المبادرات تتوالى في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. لما اتكلم في اهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة، النسب العالمية بتتكلم في 10-15%، يعني احنا عندنا في مصر ما لا يقل عن 11 مليون شخص ذو إعاقة موجودين في مصر. لما اجي الاهتمام يوصل لحد أطراف محافظة الجيزة في الكرة، وان يبقى في مركز متخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ان احنا نهتم بيهم، هي طفرة بلا شك. أكيد طيب طبعا. طفرة ليه؟ طفرة لان انا عندي اشخاص ذوي احتياجات خاصة، الامكانات اللي محتاجينها في علاج طبيعي في تخاطب في مش بتبقى موجودة بالدرجة اللي هي في الأرياف. تبقى دايما كل اللي بيفتح مركز بيحاول يركز في القاهرة باعتبار ان هتعمل له انبوت اعلى. فلما اجي اعمل مركز ومركز حكومي في كرة في أطراف الجيزة، فده في غاية الأهمية. طبعًا. الأهمية بس مش بتتوقف على أن المركز بقى في الأطراف، ده كمان في تصميم المركز وما يقدمه من خدمات. إيه هي الخدمات اللي هيقدمها وإيه مكونات المركز؟ احنا عندنا طابقين، دور أرضي ودور أول على مساحة ما يقرب من 1400 متر. هنقول الخدمات مع الستيبس اللي انا بشتغل بيها مع الحاله. طبعًا. يعني انا بيجي لي الحاله، ممكن يجي لي حاله طفل صغير في اول سنتين ثلاثه ببقى محتاج حاجه اسمها تدخل مبكر، فهنا راينا ان لازم يبقى في غرفه لعمليه التدخل المبكر، اكتشاف حالات الاعاقه، ولد عنده مشكله مثلا في السمع فعندي هنا غرفه سمعيات، عنده مشكله في الكلام عندي هنا غرفه التخاطب، عنده مشكله في الحواس في المدخلات الحسيه فعندي هنا غرفه الحواس، فانا عامل تدخل مبكر فعندي غرفه التدخل المبكر. طب الاهالي اللي هم عرفوا اللي عندهم اولاد من ذوي الهمم وعرفوا ان في مركز تاهيل ورعايه لذوي الاحتياجات الخاصه، بيتكلموا معاكم بيقولوا لكم ايه؟ فرحه الدنيا كلها. دي حقيقه، لان كان بيضطر في بعض الاحيان انه يسافر القاهره زي ما كنت لسه بقول لحضرتك، لانه مش لاقي الخدمات اللي على المستوى، بيسمع دايما في القاهره، تتواصل عن طريق طبعا السوشيال ميديا بقت موجوده دلوقتي، فاصبح الخدمات واضحه اكثر في القاهره. فلما عرفوا امكانيات المركز، خاصه مش بس وجود مركز، لا، لما اقول علاج طبيعي، لما اقول سمعيات، لما اقول تخاطب، لما اقول غرفه حواس سنسور روم على اعلى مستوى، فلا انا بقدم الخدمات احسن من اللي تتقدم في القاهره. وبالتالي انا ما خليتكش هنا ريف، انا خليتك في حياه كريمه. لا، وبالمجان. وبالمجان طبعا. يعني بالمجان وخدمه على اعلى مستوى، فبصراحه فرحه الدنيا كلها، وهتكتمل الفرحه بمشيئه الله
فور تقديم الخدمة بعد إذنك. نسب التنفيذ هنا في المركز حوالي قد إيه؟ نسبة التنفيذ هنا واصلة 65%. عندنا الدور الأرضي وعندنا خلاص المباني بنقفل في المباني فوق، وبعد كده إن شاء الله ربنا المستعان نعمل التجهيزات، وبنطمع إن شاء الله بإذن الله يعني بنحاول إن احنا نعمل حاجة اسمها زي كيدز إيريا كده. هنا في أماكن تأهيل زي ما قلنا، تخاطب وتنمية مهارات وإلى آخره، لكن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة برضو بيبقى محتاجين منطقة واسعة كده خضراء علشان يفرغوا فيها يتنفسوا ويتفرغوا. بالظبط. طيب مركز زي ده يعتبر أول مركز في يعني محافظة الجيزة وحياة كريمة تعمله، هل ده هيتم بقى عمل أكتر من نموذج في محافظة الجيزة؟ إحنا الحمد لله رب العالمين كون إن المركز يوصل هنا لأطراف محافظة الجيزة، فبالتبعية أكيد إن هو هيتم تعميمه إن شاء الله، لكن الميزة إن هو فعلا بدأ بالأماكن الأكثر احتياجا وفق أولويات الدولة. أنا بدور على الأماكن المهمشة، الأماكن اللي محتاجة حياة كريمة. طيب دكتور محمد، لما كنا بنتكلم عن الريف يعني حدث ولا حرج، يعني ما فيش بنية تحتية، ما فيش طرق، ما فيش كباري، ما فيش صرف صحي، ما فيش مية، ما فيش كهرباء، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن غاز طبيعي. كلمني عن هنا مؤسسة حياة كريمة عملت ايه في مجال البنية التحتية؟ بصراحة مفيش ما كانش في حياة كريمة فعلا. انا بكلمك مش بس انا منسق حياة كريمة، انا بكلمك عشان انا اصلا كمان من اهالي طفيح، فالخدمات اللي دخلت والمشروعات اللي دخلت في مركز اطفيح تبع مبادرة حياة كريمة حوالي ما يقرب من 293 مشروع، شملوا كافة قطاعات الحياتية. مشروعات كبيرة في عددها، عظيمة في أثرها، نجحت مؤسسة حياة كريمة في تنفيذها خلال زمن قياسي لتؤسس لبناء الإنسان في القرية المصرية، وده اللي شفناه معاكم من قرى مركز إطفيح اللي كان أهله على موعد مع السعادة من خلال ما تنفذ ليهم من مشروعات. تابعنا معاكم تفاصيل مجموعة منها النهاردة، وشفنا إزاي معاها بدأت حياة جديدة. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.